بونسوار. ميزة هالكم يوم هي التقلبات بدرجات الحرارة، كيف رح يكون طقس الأربعاء الخميس والجمعة؟ أكيد منشوف بعد شوي. هلأ منكون مع صورة وشمسية ومع الجرافيتي اللي مخصصة هالأسبوع لذكرى الحرب اللبنانية. من صورة نبي رمضان نوصل على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش بتونس 24، الجزائر 23، القاهرة 27، منكفي ومنوصل على بغداد 33، دمشق 23، عمان 24، نختم أخيرا مع الكويت 33، أما الرياض عم بتسجل 35 درجة. نرجع على لبنان، ساحل جبل والداخل عم بيشهدوا طقس ربيعي، والحرارة على الساحل عم تتراوح بين 22 وال 12، بالجبل بتسجل 16 درجة أقصها 14 أدناها، أما بالداخل عم توصل لل 21 درجة. كيف رح يكون الطقس ببعض المناطق اللبنانية؟ عكار عم بتسجل 18 درجة، طرابلس 19، الأرز 8، الكورة 15، الهرمل 16، القاع 14، بعلبك 19، الرياق 18، جبال 22، فريا 12، جونية 22، بعبدة كمان 22، وبيروت 22 درجة، زحلة 21، شطورة 20، عنجر 18، مشغرة 19، جزين 21، رشيا 22، مرجعيون 20، أما بنت جبال 21. نختم أخيرا مع صيدا 20، أما صور وكانا 21. بكرة الأربعاء رح نحس بانخفاض بدرجات الحرارة، وعنا احتمال لتساقط أمطار بالشمال، مع حرارة بتسجل أقصاها 22 أدناها 15، الخميس بتنخفض ل 19 درجة أقصاها 13 أدناها، أما نهار الجمعة بترجع بتعلى لل 21 درجة. قبل ما أختم ذكركم تبعتوا صوركم على إنستغرام وفيوتشر تي في أبليكيشن. لهم بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير.